أكثر من 90 عاماً مرت على تأسيس تنظيم الإخوان الإرهابي، والفشل حليفهم الأساسي، فقد وصم تاريخهم في مصر بالفساد والإرهاب والاستئثار بالسلطة، هذا فضلاً عن الأردن وتونس والمغرب وفلسطين ودول عربية أخرى. تاريخ من الفشل لازمهم في السعي للإطاحة بالحكومات العربية وتصدر المشهد السياسي، حتى مع الدعم الذي قدم لهم من بعض الجهات، دعم تطالب دول عدة بالتدخل لوقفه فوراً. موجة الربيع العربي ركبها الإخوان بشكل أثار الريبة، فأعطوا الفرصة في تونس والمغرب كما في أكثر من مكان، لكنهم أنزلوا عن السلطة بعد فشل سياستهم الاقتصادية والمقاومة الشعبية العامة للمزج بين الدين والسياسة. كذلك شهد الأردن بروزاً لبعض قيادات الإخوان عبر حزب العمل الإسلامي، الذراع السياسية للتنظيم، واعتقل بعض من قياداته رغم ادعاء الحزب نأيه بنفسه عن الأعمال الإرهابية. إن استسهال التفكير بالإخوان كجماعة سياسية يناقض وقائع التاريخ وفعل السياسة الحالي ومستقبل استئصال التطرف كأحد أسباب غياب الاستقرار العالمي. كما أن حلم الإخوان يتبدد في بيئته العربية رغم إصرار بعض الدول على لملمة أطرافه، ماضيهم حافل بالاغتيالات والتفجيرات، وحاضرهم تحاصره التساؤلات: إخوان على من؟ وماذا يريدون؟ وما علاقتهم بالإرهاب؟ وما حقيقة ارتباطهم بأجهزة استخبارات عالمية؟ وفي ظل واقع غامض لجماعتهم، فماذا يعدون بالتحديد؟